السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. السيشن الرابعه بنتكلم على امريكا ريبريزنتيف انترفيو، ازاي اكون واقف على ارض صلبه وانا رايح الانترفيو. هنتكلم النهارده على جزئيه مهمه جدا في البريباريشن. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على السي في، ازاي احضر السي في، ازاي اكتبه بشكل بروفيشنال. خلينا كده مع بعض نتفرج على الجزئيه المهمه دي. اهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكل الاحباب. الحلقه الرابعه من سلسله ميديكال ريبريزنتيف انترفيو. لو عند حضرتك انترفيو، ازاي ابقى مستعد بشكل كويس؟ افكركم ان احنا كنا بنتكلم على اكتر من توبيك. اتكلمنا على مجموعه البريبريشن بيفور انترفيو، ازاي اجهز نفسي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على جزئيه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي السي في، ازاي اكتب السي في وبشكل مبسط بشكل سهل. مش الحاجات بقى اللي بشوفها زي ما قلت لحضراتكم، في ناس بتعمل حاجات يعني طبعا يشكروا على المجهود، لكن انا بتكلم على التعقيد والموضوع الكومبلكس جدا. لا، احنا عايزين نتكلم بان الموضوع بسيط وسهل، حاجه تبقى يعني عايز اقول ايه، بروفيشنال، شيك، بسيطه، سهله، يقدر اللي قدام حضرتك يستريح لما يجي يقرا السي في، بحيث ان هو يقدر يستدعيك طالما في الكواليفيكيشن اللي هو بالفعل محتاجها. طبعا بضع حضراتكم لليوتيوب تشانل، بنتكلم على اكتر من توبك حضرتك ان شاء الله تقدر تستفيد بيهم على مستوى الماركتنج، على مستوى السيلينج سكيلز، على مستوى البيزنس بلان، على مستوى الماركتنج ريسيرش، على مستوى البي تو بي اللي هو البيزنس تو بيزنس ماركتنج، على مستوى برضو قدمت نموذج للخطط التسويقيه، ده غير المواضيع الميديكال. وطبعا في الواتس، لو حضرتك تحتاج مني اي حاجه تقدر تتواصل معايا. نتكلم بقى على الموضوع المهم بتاعنا النهارده، بنتكلم على ازاي حضرتك تقدر تكتب السي في. مبدئيا السي في احنا عندنا طبعا الكونتنت، احنا بنتكلم على بعض النقاط كده المهمه، فخليني كده استعمل القلم. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه خالص بتتكلم فوق على ان في صوره مكتوب كلمه سي في او ريزيوم. ريزيوم برضو بيدي المعنى بتاع سي في، او في ناس بتكتب الكريكولم في تي اعتقد، او مش عارف بتنطق ازاي، لكن كلها بمعنى واحد. بنتكلم على السي في من فوق، ثم الاسم بتاع حضرتك، ثم بقى الحاجات الاساسيه اللي فيها جنب الاسم الموبايل، الايميل، لو في لينكد ان الصفحه بتاعت حضرتك تقدر برضو تضيفها، لو في صفحه على الفيسبوك حضرتك برضو تقدر تكتبها، لو في يوتيوب تشانل زي حالاتي كده اكتب برضو الحاجات دي من فوق، عبارة عن لينكات بسيطة جدا وبخط أصغر من الخط المعتاد. إيه النقطة اللي بعد كده؟ بنتكلم على الكارير أوبجيكتيف. What I'm looking for، أنا بدور على إيه؟ وهنا في نقطة مهمة إن حضرتك بتكتب هنا إن أنت بتدور على مثلا البوزيشن بتاعك كراجل، مثلا ميديكال ريب، إن أنا بدور على بوزيشن الحتة ديت. فلازم اللي قدامك يفهم، لأن أحيانا السيفيهات بتكون كتير جدا قدام الراجل اللي هو الاتش ار أو اللي بيختار، وبالتالي الدنيا بتبقى متلخبطه. هو ده كان جاي لي على بوزيشن ايه؟ ده كان جاي على ميديكال ريب، ولا جاي على ديستريكت مثلا، ولا جاي على ريجونال او ماركتنج او ما شابه. فهنا محتاج ان انا احط الاوبجيكتيف بشكل واضح، الكارير اوبجيكتيف، وادي لحضراتكم امثله، لان في فرق ما بين حد اكسبرت، حد خبره، مثلا ميديكال ريب بيشتغل اكتر من سنتين ثلاثه، وما بين لسه زميل جديد خالص، لسه ايه يعني جديد تماما في الموضوع دوت. طيب الترتيب بعد كده ممكن يبقى في نوع من انواع الاختلاف، لكن انا بحب دايما الترتيب ده، وانا شايف ان هو الترتيب اللي ممكن يكون افضل للطريقه الاصح. طبعا ما فيش عندنا طريقه غلط وطريقه صح، لكن انا بتكلم على الطريقه يمكن اللي انا شفتها من خبرتي، ازاي انا اقدر بالفعل يعني اشد العين بتاعه الشخص اللي هو بيعمل بيكنج او بيختار من عدد كبير من السيفيهات. عايز ابتدي بايه؟ عايز ابتدي بالبروفيشنال سكيلز او الكومبتنسز، اللي هي الكفاءات بتاعت حضرتك او المؤهلات بتاعتك. وات اي كان دو فور يور كومباني، اللي احنا بنسميها الهارد سكيلز او التكنيكال سكيلز. يبقى نقطه مهمه جدا ان انا ببتدي بالجزء اللي احنا بنسميه الهارد سكيلز او التكنيكال سكيلز، الحاجات اللي هي اللي انا عايزها في المجال دوت. انا محتاج ايه؟ انا محتاج راجل مثلا خريج عنده ميديكال باك جراوند، نفترض مثلا صيدلي او طبيب او اسنان، بنتكلم على زميلنا الفيت، بنتكلم على بعض الاقسام من كليه العلوم اللي ممكن تحتاجها برضو بعض الشركات. فهنا انا بشوف حضرتك ايه بالظبط الخبرات او الامكانيات او المؤهلات بتاعتك اللي تخليني انا اختارك او ادخلك في الكومبيتيشن في النقطه ديت.
يبقى أول حاجة أنا ببتدي بـ What I can do for your company، ويمكن هنا بتكلم عن الناس بقى أصحاب الخبرة. لو أنا راجل صاحب خبرة، أنا راجل إكسبرت، واخد بالك؟ فهنا ممكن أدي شورت نوت عن المؤهلات بتاعتي، مش بس الدراسة، لا أنا بتكلم كمان على أنا اشتغلت مثلا سنتين كأمريكان ريب، أنا حققت نجاحات كذا. أنا بتكلم على فيري شورت نوت عشان اللي قدامك يقدر أنت بتعمل إيه، كاتش لي العين، هو ده الأوبجيكتيف بتاعي. طيب النقطة اللي بعد كده بنتكلم على الإكسبيرينس اللي هو الإمبلويمنت هيستوري، تاريخك المهني. أنا اشتغلت في كذا. طب نفترض إن أنا ما عنديش خبرة مهنية، لا أنا راجل كنت مثلا في الكلية لكن عملت بعض اشتركت في بعض الإيفنتات أو بعض الأمور اللي حصلت في الكلية، أو كنت عضو في أورجنايزيشن معينة أو ما شابه. زي ما بشوف كده شباب جميل بشوفهم في مثلا الإي إف الإي إف إن إس، أتمنى أكونش غلطان، ولا البي الإي بي إن إس، حاجة كده، حاجة يمكن مرتبطة بأسوسيشن للفارماسيس الطلبة على مستوى كليات الصيدلة. أنا يمكن ممكن أكون غلطت في الإكسبريشن هنا، لكن يعني أي حاجة قريبة من كده. تمام، يبقى أنا هنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على الإكسبيرينس بتاعتي لو أنا راجل صاحب خبرة اللي هو الإمبلويمنت هيستوري. بتكلم على الجوب تاسك إف أفيلبل، بتكلم على التكنيكال بوينت، السكسس ستوري، لو أنا حضرت لونش لأدوية معينة، لو أنا حضرت ايفنتات معينه سواء في مجال خبرتي السابقه او في بتكلم على فتره الكليه. الحاجات دي فعلا بتفرق شخص عن شخص التاني، ويمكن دايما بقول انصح زمايلك اللي في الكليه ان هو يستفيد بالفتره دي، ان هي بالفعل تكون فتره استعداد، لان في ناس بشوفها بتروح الكليه تحضر محاضرات وتمشي، او تروح الكليه تقعد تحت ها تشرب شاي وتاكل ومش عارف ايه وبتاع وتقعد مع زميلها وتمشي. لا، انا بقول لحضرتك الفتره دي من الفترات المهمه جدا اللي هي استعداد للشغل فيما بعد، اكون ريليشن، اكسب خبرات، اشترك في بعض زي ما قلت لكم الاسوسيشن او الاورجنايزيشن اللي هي تبع الطلبه، او الحاجات اللي كنا زمان بقى على ايامنا احنا نقول بقى عشيره الجواله واسره النور والحاجات اللطيفه دي كنا ممكن بنعملها، وكانت فعلا في ناس بتكسب خبرات، وكانت في ناس تانية بتتفرج بس، تروح يعني ايه تحضر محاضرتها وتمشي، فالناس التانية لا كسبت خبرات او تراكم خبرات كبير. يبقى مرة تانية انا عندي البرايمري داتا، وبعد كده بكتب الكارير اوبجكتيف، وبعد كده بتكلم على البروفيشنال سكيلز او الكومبتنسز اللي هي المؤهلات بتاعتي، او لو انا عندي خبرة انا اقدر اقدم ايه للشركة بتاعت حضرتك اللي احنا بنسميه الهارد سكيلز او تكنيكال سكيلز. وبعد كده لو عندي خبرة في مجال معين سواء في المجال اللي أنا اشتغلت فيه قبل كده مثلا كميديكال ريب في شركة من الشركات، أو لو عندي خبرة في فترة الكلية حضرت إيفنتات أو ما شابه، بكتب بعد كده الإديوكيشن والسيرتيفيكيشن المؤهلات بتاعتي والمجال التعليم طبعا. وفي ناس هنا بتعكس، يحط لك الأول الإديوكيشن والسيرتيفيكيشن وبعد كده الإكسبيرينس بتاعتي. لا، أنا دايما بحب إن أنا أكتب الإكسبيرينس والبروفيشنال سكيلز قبل موضوع الاديوكيشن، لان ده التقييم بتاعنا. انا بدور على انت كسبت خبرات ايه، مش موضوع ان انت اتعلمت ايه وبس يعني، فخلي بالك من النقطه دي. نقطه كمان مهمه عايز اقولها لك هنا هي الترتيب، موضوع السورتنج. هو انا الاول بكتب ايه؟ يعني نفترض دلوقتي انا في سنه 22 وانا بكتب خبراتي الحاليه، ها، ولا اكتب ان انا مثلا انا واحد زي حالتي، انا واحد قديم متخرج سنه 97. طيب اكتب ان انا اشتغلت مثلا في الفتره من بعد ما اتخرجت على طول مثلا من 97 لغايه مثلا 98، اكتب ان انا كنت في ليلي، ولا اكتب دلوقتي انا راجل مثلا في بتشرف ان انا موجود في تاك فارما، انهي اولى؟ ان انا اكتب التاريخ الحديث ولا الحاجات القديمه خالص؟ الترتيب يبقى ازاي؟ لا، احنا متعودين دايما على مستوى الاكسبيرينس او على مستوى الاديوكيشن ان انا بكتب اخر حاجه الاول. يبقى الحاجات الحديثة نسبيا هي اللي بتكتب في الأول، مش بس كده، ده الديتيلز، النقاط اللي ممكن تكتب في الحاجات الحديثة أكتر بكتير من الحاجات القديمة. يعني لو هكتب نقطتين ثلاثة على وجودي مثلا دلوقتي في الشركة بتاعتي، غير لما هكتب إن أنا اشتغلت في أول شركة ليا مثلا في ليلي إيجيبت مثلا يعني. لا، أنا هكتب في الكرنت سيتويشن دلوقتي في تك فارما إن أنا بعمل واحد اتنين تلاتة، لكن ممكن في ليلي القديمه خالص دي ساعه لما اتخرجت ممكن اكتب نقطه او اتنين بالكتير حاجات انا اشتغلتها، او كان لي الشرف ان انا مثلا عملت لونش مثلا لدواء زي الهيوملين مثلا يعني.
فالترتيب هنا مهم، وحجم الكتابة في كل نقطة بالحاجات المهمة جدا. طيب بعد كده بكتب التريننج كورسز او السمر تريننج او الحاجات بقى المتعلقه بالسوفت سكيلز، الانترست، الكمبيوتر سكيلز، اللانجوج. وخلي بالك لو عندك حاجه يعني يونيك او حاجه بروميننت، حاجه مميزه جدا، يبقى لازم تعمل عليها هايلايتنج. نفترض ان حضرتك مثلا معاك كودينج مثلا في الكمبيوتر سكيلز، او متعلم شيء مختلف او مميز او حاجه ادفانسد، لا دي تعمل عليها هايلايتنج، دي تبروزها، ما تسيبهاش كده. عند حضرتك لانجوج مش بتتكلم انجلش عادي، لان انت راجل لا بروفيشنال في الانجلش، يبقى لازم انا اعمل عليها هايلايتنج. عندي فرنش، عندي لغه المانيه مثلا او ما شابه، يبقى الحاجات دي تتبروز وتتحط باهتمام. وزي ما قلت لك مره تانية، انت بتحاول انك ايه تلقط عين اللي قدامك، كاتش يعني الراجل اللي قاعد يقرا السي في بتاعك. بعد كده بتيجي البيرسونال بروفايل، حاجات بقى المتعلقه بالعنوان. وهنا في ناس احيانا بتنسى العنوان، وبيحتاجوا ميديكال ريب في اريا معينه، ومش عارف انت في انهي اريا، في انهي منطقه، دي مشكله. تاريخ الميلاد، حاله الزواج، الجيش، اللي مش عارف ايه، الحاجات ديت بتيجي في الاخر مش في الاول. برضو في ناس هنا يمكن بتعملها في الاول، لا بقول لحضرتك الافضل ان احنا نعملها في الاخر. نتكلم بقى على الريفرنس. لو في عند حضرتك اسمين ثلاثة من الناس أصحاب الخبرة اللي تقدر يعني إيه يدعموك في الجزئية دي، حط الأسامي، أو ممكن تقول إن هي يعني upon request لو حاجة زي كده اتطلبت، ما هيش يعني نقطة أساسية. فيما يخص الصورة، الصورة هنا يمكن نقطة من النقاط اللي عليها دايما ديبيت، جدال. الصورة لو أنت هتحط صورة يبقى لازم صورة حديثة وصورة بروفيشنال، صورة فيها ريزوليوشن كويس. في ناس بتحط صور عك، يعني حاجات عيب انها تتحط، فخلي بالي من النقطه دي. نقطه تانية كمان، الصوره تتحط فوق، والصوره تبقى مش يعني ما تغطيش على الكلام تحت ينزل تحتيها، لا الصوره تبقى مع الكلام، تبقى انفولفد مع الكلام. ودي يمكن حاجه بقى الناس اللي بتشتغل على الوورد والباوربوينت والحاجات دي يفهمها. فيما يخص البنوتات، ففي بعض البنوتات بتتحفظ على الجزئيه دي، احط صوره ولا ما احطش. طبعا انا معاهم يعني كل واحده ليها حريه الاختيار، لكن انا كراجل انترفيور ممكن يعني تهمني ان انا ابص على الصوره قدر الامكان، فممكن برضو الصوره فيها نوع من انواع البروفيشناليتي كده، يعني انا افضل ان يبقى في صوره، لكن برضو الموضوع يرجع لحضرتك. اهم حاجه تبقى الصوره حريصه فيها ريزوليوشن كويس، تبقى واضحه، افضل الخلفيات البيضاء قدر الامكان. بالنسبه لولادي يبقى في كرافات كده، بدله مثلا اذا امكن، الحاجات دي كلها زي ما قلت لحضرتك بتبقى مهمه. طيب نقطه بقى مهمه كمان في السي في، اللي هو البروفيشنال ابيل، تكون ظاهره بشكل بروفيشنال، ما يبقاش فيها عك، ما يبقاش الكلام يعني ماشي بصيغ مختلفة. لازم الفونت يبقى ثابت، نوعية الخط اللي حضرتك بتكتب بيها تبقى ثابتة، حجم الخطوط يبقى ثابت، العناوين ممكن تكون أكبر شوية، الكلام يكون ماشي في اتجاه واحد، ماشي على موازي كده لبعض، ومش تلاقي حاجات رايحة يمين وحاجات رايحة شمال وخطوط متلخبطة وحاجات زي كده، زي ما هوريكم يمكن اكزامبل بعد شوية. موضوع الجرامر، موضوع الوردنج او الكلام، الكلام يكون اورجنايزد، يكون في نوع من انواع السورتنج، مترتبه الافكار، والموضوع محطوط نقاط. يعني انا لو بتكلم على الخبره بتاعتي يبقى هنا الموضوع ايه مترتب، زي ما قلت لكم من الحديث للاقدم، افكار مترتبه، عملت مثلا سكسس ستوري، فانت بتوضحها بطريقه كده لطيفه عشان قدامك يقدر يفهمها. ودايما بقول لحضرتك اعرض السي في بتاعك بعد ما تخلصه، اعرضه على زميل واثنين وثلاثه من اصدقائك، من الناس اللي يعني من العيله، لو في حد صاحب خبره في المجال، حتى لو في مجال تاني مش لازم يكون في مجال مثلا الفارماسيوتيكال، لكن حد يقدر يديك انطباع معين عن السي في، من حيث الشكل، من حيث التعبير، من حيث الجمل، من حيث الجرامر، تمام. فالحاجات دي زي ما قلت لحضرتك يعني خد فيها رأي الآخرين. برضو يمكن بقول لحضرتك البي دي اف، صيغة البي دي اف مش الوورد، الوورد بيكون فيه لخبطة كتير، ممكن الكمبيوتر
وفي ويندوز مثلا مختلف او احدث او اقدم او ما شابه، فتلخبط الدنيا. فلما بتحول الوورد بتاع حضرتك لصيغه البي دي اف، اولا بيكون اكثر يعني بروفيشناليتي، الحاجات اللي فيها غلطات او ميستيكس او ما شابه بيساعدك ان هي تتصلح او تاخد شكل افضل كتير. فدايما خلي السي في بتاعك على شكل بي دي اف. في عندنا الكفر ليتر هكلم حضراتكم عنه، في عندنا بعض الابندكس، بعض الاضافات او السيكولز اللي هي ملحقات لو في انجازات معينه او في صور لايفنتات مثلا معينه انت عايز تضيفها بس مش هقدر احطها في السي في، هقدر احطها في فايل ثالث ما هوش الكفر ليتر، برضو حاجه بنسميها السيرتيفيكيشن، ده برضو يساعد حضرتك كتير. ويمكن بشوف بعض الناس بتبعت مش بس سي في، لا بتبعت سي في، بتبعت اتش ار ليتر او الكفر ليتر، وفي عندنا الابندكس او السيرتيفيكيشن او الايفنتات اللي انت حضرتها بيحطها في فايل ثالث. نقط مهمه بالنسبه للسي في، خلي بالك ذا ايم اوف سي في او رايتنج السي في از تو كرييت جود امبريشن بروموت يور سيلف اند يور سيوتابيليتي فور ذا رول. السي في بيتكلم عنك، يمكن انت شايف هنا الصوره زي ما حضرتك شايف، ايه يعني هو الصوره السي في، الشخص كانه طالع من الصوره، هو هنا عايز يقول لك ان فعلا السي في بيعبر عنك بشكل كبير. فهنا ترتيبه والراحه النفسيه للي قدامك هو بيقرا، راحت عينيه وهو بيقرا، دوت هيفرق كتير، جزء الجرامر وما شابه من الحاجات برضو اللي بتخلي ناس تدي انطباعات معينه. Create different CV and the cover letter in case of different objective. Be clear about the purpose. نقطة هنا مهمة جدا. نفترض ان حضرتك صيدلي وانت عايز تقدم في اكتر من مكان. انت عايز تقدم هنا في مثلا سلسلة صيدليات كبيرة، هنا بتقدم لشركات فارماسيوتيكال، هنا بتقدم لمصنع. فانت هنا محتاج تعمل مش CV واحد او cover letter واحد، انت محتاج تعمل اكتر من واحد على حسب الاوبجيكتيف، لان هنا الصياغة والاوبجيكتيف هيختلف، طريقتك في تقديم نفسك هتختلف، خبراتك واولوياتها او السكيلز اللي عندك سوفت سكيلز او الهارد سكيلز هتفرق كتير على حسب الاوبجيكتيف اللي انت رايح له. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي تتحط في الاعتبار، يكون عندي اكتر من سي في على حسب الاوبجيكتيف. لما اقدم نفترض ان انا راجل في مصر، طب عايز اقدم بره مصر شركات فارماسيوتيكال بره مصر، لا انا هنا في نقاط معينه ممكن يكون ليها اولويه عندي في السي في، فاخلي بالي هو انا هوجه السي في ده لمين؟ حتى طريقه كتابه التليفون ابسط حاجه يعني بتختلف لو حاجه لوكال وحاجه انترناشونال. ديزاين كلير لاي اوت اند لوجيكال ستراكشر، نقطه مهمه جدا جدا ان انا يكون عندي كلير لاي اوت، يكون الموضوع مريح للي بيقرا السي في. قدر الامكان افويد ريدي ميد تمبلت ات بوسيبل، ات شود بي ريبريزنت يور بيرسوناليتي اند سبيريت. خلي السي في يدي الروح بتاعتك، ما تنقلش كلامه السلام. لو انا حتى ناقل مثلا تمبلت من على الانترنت او من حد من زمايلي القدام، حط فيه الروح بتاعتك، يبقى فيه انترفينشن كده، يبقى فيه تداخل منك، مش مجرد ان هو كوبي بيست، ده شيء مش لطيف وممكن يدي ايحاء لقدامك انك مش مهتم او يعني حد مش جدير بالثقه او مش فاهم كويس. فهنا بتقل من يعني اختياراتك او انطباع اللي قدامك، فخلي بالك دايما، خلي الموضوع فيه الروح بتاعتك. بينها بيقول لك after editing let expert give you their impression and opinion، ادي الناس فرصه اصحاب الخبره ان هو يقول رايه في السي في بتاعك. use positive language editing write spelling grammar، خلي دايما في فونت ثابت قدر الامكان، ما تخليش فيه فونتات مختلفه او انواع للخطوط مختلفه. استيك للبوليتس، ها تلاقي في ناس كاتبه البوليت كده في الاول وفين بقى بعيد خالص عنها الكلام، او البوليت نفسها في نص الصفحه، حاجات كده عجيبه بتبقى مش لطيفه وزي ما قلت لك بتدي انطباعات مش حلوه. دونت كرييت تو لونج اور تو شورت، هنا اكوردنج للاكسبيرينس. نقطه مهمه كمان في السي في، هو السي في بكام صفحة؟ ممكن واحد يعمل لي صفحتين، في واحد ممكن يعمل لي 3 صفحات، في ناس الاقيها عاملة 5. طيب هو ايه الصح؟ الطبيعي ان السي في بتاعي الطبيعي طالما انا راجل لسه مش صاحب خبرة يكون على الاقل مثلا صفحتين، صفحة ونص. صفحة واحدة قليلة قوي، قليلة قوي وبتدي انطباع برضو من وجهة نظري انا مش لطيف، ممكن ناس تختلف معايا، لكن صفحتين بالنسبة لي ده على الاقل المينيمم اللي انا ممكن اكتب فيه
حاجات كفاية عني في بداية حياتي أو في بداية الكارير بتاعي. طيب لو واحد بقى صاحب خبرة، واحد اشتغل ميدي كارير مثلا في شركة أو اتنين خلال 3 4 سنين اللي فاتوا، لا هنا أتوقع إن السي في بتاعه ممكن يوصل ل3 صفحات، قد يوصل 4 لو مثلا اشترك في أكتر من لونش أو حقق نجاحات كبيرة أو أخد كورسات كتير مثلا، أو راجل اللي اتعلم بقى حاجات بقى كودينج ولغة تانية والكلام اللطيف اللي أنا بشوفه ده للناس اللي هي النبهة الشاطرة. فخلي بالك من طول السي في، ما يبقاش طويل قوي، لان برضه في ناس بقول لك يعني ما عندهاش حاجه ومش لاقي حاجه اقراها في السي في بتاعها وكاتبه 4 5 صفحات، برضه ده كلام مش منطقي. يبقى خلي بالك من طول السي في هنا، يعني لو حضرتك صاحب يعني خبره قليله لسه ما اشتغلتش يبقى هنا 2 صفحات كفايه جدا، لو صاحب خبره ممكن اخليه مثلا 3 أو 4. هنا بيقول لك send الايميل to one company mention the position. لما باجي اكتب الايميل طبعا بكتبه بصيغه بروفيشنال، وفي على النت بقى تقدر تلاقي كتير كتير من المواقع اللي تديك فكره عن الجزئيه ديت. لكن يمكن بقول لحضرتك دايما يعني تكتب ايميل واحد بس لشركه واحده بس، ما تكتبش اكتر من شركه، واكتب في التايتل بتاع الايميل انت بالظبط بتقدم عليه، سي في دكتور فلان مثلا ابلاي فور ميديكال ريب بوزيشن على سبيل المثال. ده ممكن يبقى شيء لطيف ويوضح للي قدامك بطريقه سهله هو يعمل ايه بالظبط، يعني احطه فين في انهي سورتنج بالنسبه لي.